الست عايزة ايه من الراجل؟ عايزة حاجات بسيطة جدا 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 والله، بس هو لو يفهم الحاجات البسيطة دي هيكسبها من هنا لحد آخر الحياة. اتفضلي. أول حاجة عايزة الزوج يعني يبقى سكن ليها، سكن يعني عايزة احتواء، زي بالظبط لو هدي بمعنى الرجالة تفهمه، زي باباها كده في بعض الأوقات. الأب بيبقى بيدي الحماية، بيدي السند، بيدي الدعم، بيسمع بقلب، خايف عليكي، خايف على مصلحتك. فهي بتبقى عايزة جزء نفسي كده عند الست، عايزة تلاقي في الراجل الدعم والسند والاحتواء. حتى أنا حطيت البوست عندي لما قلت إن أنا جاية معاكي، كلمة الاحتواء والدعم والسند دي قلت برضو السيرفي كده مع الستات، يعني أسألهم اشوف هم ناقصهم ايه. كلمه الدعم والسند والاحتواء، الدعم والسند والاحتواء ده، فهي بتبقى عايزه تشوف زي اب تاني ليها بيسند، سكن. ف طيب يعني توصل له المعلومه دي ازاي؟ ازاي اقول له من غير ما ابقى كاتمه على نفسه انا محتاجاك، انا عايزاك؟ انا كنت عامله بوست ان هي البوست كان كده، هي من غير ما تقول هي عايزه تحس انك سند ليها، هي من غير ما تقول هي عايزاك مش راجل البيت، هي عايزاك سكن تسكن اليك. فهو ده احتياج الست، ان انا عايزه احس ان هو راجل في ظهري، بيخاف عليا، بيسمعني بقلب، لما اكون بشتكي له من حاجه احس ان هو باصص لي في عينيا وبيسمع، وهو يعني عايز يسمع، متأثر، علشان هو خايف عليا. دي منلاقيهاش غير مع الأب. انت جميلة قوي يا رضوى. انا هسكت، انا فاكر انا اسكت ساكت في الفقرة دي عشان ما حدش يقول حاجة. طيب حضرتك دلوقتي ازاي اخليه يحس بده؟ بصي خلينا نعترف بحاجة، فعلا في جاب ما بين الراجل والست، ما بين الراجل والست. هي عايزة اللي انتي قلتي عليه، وهو كمان طبيعته كراجل هو بيفكر غيرنا، فهو بيبقى شايف انه ده زن ساعات. انا مش فاضي، انا بجيب فلوس للمدارس، وبجيب فلوس للعيال، وبجيب فلوس لأكلها وشربها وطلباتها ومش عارفة ايه. فانتي لما تسمعي منه لوحده تحسي ان هو قد يكون عنده حق شويه، هو عنده جزء من الحق طبعا، صحيح. وهي حبيبتي، ما هي برضه يعني حرام يعني يا جماعه، هي مبسوطه بيه جدا ان هو قائد كبير بره البيت، يعني مثلا ليه بوزيشن، ليه منصب مرموق، ليه ناجح في شغله وبيشتغل وبيجيب فلوس. بس بالنسبه لها هي من غير ما تقول هي برضه عايزه تشوفك قائد جوه البيت. بالظبط، ازاي بقى اخليه يعمل ده من غير ما اضايقه؟ القائد جوه البيت، صفات القيادة جوه البيت، ان انت دايما القائد الصحيح بيعمل قادة تحتيه، مش بيبقى هو الامر الناهي المتسلط اللي بيدوس وبيقهر وبيتجاهل. اخر حاجة تعملها مع الست انك تتجاهل، لان هي اساسا الستات هي كتلة من المشاعر، فلما بتتجاهل المشاعر دي انت بتفقد كتير 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 من رصيدك عندها، وبعدين ترجع تزعل لما تديك رد فعل انت مش عاجبك او كذا، ونفضل نقول بقى الستات الستات الستات. هو انت دايما خلي الرصيد مشحون عندها بالتصرفات البسيطة اللي هي وهي بتتكلم اديها، وهي بتسألك على حاجة وانت بتتفرج على الماتش مثلا، اديها كام ثانية بس تتلفت وتبص لها في عينيها وتسمع باهتمام لمدة دقيقتين ثلاثة بس. انا معاكي ممكن ده يحصل، بس مش في ماتش الاهلي والزمالك مثلا. بس ماتش الاهلي والزمالك شاركها في الكلام، لو انا حد بيكلمني انا مش هبص له عشان نبقى بس. يعني خلينا بس ايه يعني، بس انا بقول لو احنا الرجاله عايزه تبس بسيطه، الماتش هو هتقعد تتفرج على الماتش كله، بس لو هي حبكت تتكلم في انا بقول للستات ما حبكتش تتكلمي هو في الماتش حلو، بس هي عارفه يعني ايه ماتش بالنسبه لك، فلو عملت اديت لها الدقيقه دي ولا الدقيقتين ثلاثه دول، هي بتبقى بالنسبه للست ان انت اديتني دقيقتين ثلاثه من وقتك وبصيت لي وانت في حاجه مهمه، يعني معناها ان انا اهم.